مشاريع مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية IYD في ريف حمص الشمالي، مشروع دعم المضخات لثلاث مناطق وهي السبيل وغرناطة وتل دهب. ومن ضمن هذه المضخات مضخة السبيل التي تعمل هنا، والتي نقوم بالإشراف على عملها والإشراف على وصول المياه إلى المنازل المستفيدة. نحن هون أهالي سكان منطقة السبيل كنا نعاني من الموي، ما كانت تجينا، والآبار عندنا كلسية وحللوها كذا ما أنا صالحة للشرب يعني. وهلا بفضل الله يعني الحمد لله الموي صارت تطلع لعنا برياحة، وعنا الحمد لله مرتاحين كثير بشان الموي. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم إن شاء الله.